يَجِدُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا. تكريم ثلاثة فرسان، من يا ترى من هؤلاء العشرين؟ وكلكم فائزون. الفائز بالمرتبة الثالثة في الطبعة التاسعة عشرة المتسابق الفاضل أحمد بشير من جمهورية بنغلاديش تحت تصفيقات السادة الأفاضل برعم، يحمل 60 حزبا في صدره وتحصل على المرتبة الثالثة. شكرا، بارك الله فيكم. الفائز بالمرتبة الثانية في الطبعة التاسعة عشرة هو يوسف عبد الرحمن من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتفضل حتى يكرم. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، طوبى لك وطوبى لوالديك وطوبى لمن رباك وطوبى لكم جميعا أيها الأفاضل. صورة تذكارية خالدة الذي حاز على المرتبة الأولى في جائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم في طبعتها التاسعة عشرة هو أحمد العالم من ليبيا. لكن الذي يعيش حياته لكتابك الغطائي